يا اختي جميله يا حبيبتي يا علي. يا صباح عسل، يا صباح سكر، يا صباح وانا، يا صباح دلع. عايزه اقول لكم ان انا كل يوم بصحى على حكايه اجدد من بتاعه قبلها بيوم. يعني النهارده نايمه في امانه الله. بصوا، عايزه اقول لكم ان علي قاعد يستناني وانا بعمل الفيديو بتاعي عادي، يعني عادي ان اعمل الفيديو بتاعي براحتي وعلى مزاجي، ولما ابقى اخلص خالص هبقى انزل براحتي. تقول ايه؟ بالك طويل. انا بالي طويل؟ لا، انت نزلت، انت نازل بقالك قد ايه؟ مش ساعه؟ ساعتين. خليهم ساعتين وانزل لك على طول. والله لو العين العربيه دي. انا ام العروسه اعمل اللي انا عايزاه، وبعدين دي منظر عربيه. ده جاي عليها الايه ده؟ مش باينه برضه. ده متوسخه قوي قوي قوي، موسخه متوسخه. ماشي. خيفه منك. ايوه. بس بقى ولا. المهم بقى ايه، فانا قايمه من النوم. ايه؟ تعالوا عيلين صغيرين راكبين حمار وعايزين يتفرجوا عليا وانا بصور. المهم انا قايمه من النوم في امانه الله، قلت النهارده اجازه بقى، مفيش بقى، خلصنا هيصه وخلصنا زنبليطه، فالنهارده اجازه. الهانم دي عايزه اجيب يا جماعه هدوم، عايزه اجيب هدوم جديده لكاتب الكتاب، فاحنا هننزل نلف شويه في المول وربنا يستر. في حد ورانا بس مش عارفه مين. وفي نفس الوقت كمان بقى الاقي الناس النهارده بتكلمني، يعني ايه نشوه في كاتب الكتاب؟ الاكل مع نشوه وعلى النشوه ما تجيبلناش اكل. يا ولاد ده كاتب كتاب، كاتب الكتاب ما فيش فيه اكل. قالوا لا تعملي لنا عشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. والله ده انت لو قصده ترعبيني ما تعملي فيها كده. ده لابسه كوتش نادين؟ نانو لابسه كوتش نادين؟ ده بستخبى. نادين بنتي ما تديش حاجه لحد ابدا. المهم فقالوا لازم تعملي حاجه لكاتب الكتاب، فانا هضطر انزل اجيب حاجات عشان اعمل لهم لكاتب الكتاب. اعمل في نفسي ايه؟ انا مش عارفه. يلا يلا كله والله المستعان، الله المستعان. تعالي عدي ورايا، عدي ورايا، عدي ورايا، عدي ورايا كده واستخبي، استخبي. تعالي كوتش انا جايه، انا جيت في الطريق اهو. لابسه يا ندونه؟ لا مش لابسه يا ماما. يا سلام. بقوم بمهمة صعبة جدا. بتقولي ايه بندق؟ عشان تعرفي ان انا بقوم بمهمة صعبة جدا، ان انا ارص ده. ترص الكحك؟ اه. طب ما تنداي لحد يساعدك. لا والله هعملها لوحدي. عاملاها لو ايه؟ سيبي ايدك. ده ايه ده؟ مش عارفة انا لقيت اللي انت لابسة ده. لقيت شكله حلو قوي وهيلاقي الفستان الابيض. بس خدي انتي ذوق اوفر. انا ذوقي اوفر. رص الكحك عشان انا جايين اضيوف كمان شويه، كنا انا جيت. انت جايه؟ حاضر. احنا نازلين، عايزه حاجه؟ هفكر. استني العروسه، تعالي كده وريهم الستايل الحلو ده. ده من عند علا منصف يا اولاد. شكله حلو قوي عليا. جامد. ده انا هنزل لكم فيديو اجمد يعني. بس احنا مؤقتا اوضتي تتعمل والحاجات دي كلها تتشال. ماما المفروض انا عروسه ما تطلبيش مني كل ده. سمعتي يوم فرحك هتنضفي البيت وتكنسي وتمسحي. انا ام مفتريه قوي على فكره. يلا صباحكم عسل. هنزل انا بقى ايه، نجيب بس شويه حاجات وتساعدوني في الافكار يعني. يعني برضو ساعدوني في الافكار. الفيديو ده هينزل لكم، هيكون لسه كاتب الكتاب عليه. شفتوا دول؟ هيكون لسه كاتب الكتاب عليه شويه، فتكونوا ساعدتوني في شويه الافكار دي. ماشي يا ولاد؟ هيكون لسه ان شاء الله. انا عايز اعمل سندوتشات بس، يعني اجيب كفته، اجيب سوس. نعم. استنى هعمل ايه عشان انا جاي لصحابي؟ لو انا مش جاي لصحابي وجاي قرايبكم انتوا على حاجه كنتش هعمل. لكن طب صحابي كويس قوي ان قرايبنا كلنا بيتفرجوا على الجمله دي. قصدي مش قصدي كده يعني. طب امسكيها زي ما انت كنت ماسكاها تاني كده. عروسه المستقبل. يلا بينا صوره مصغره. بصوا علي واقف يستناني بقاله ساعه وعاوز اموت وهينفخني. بصوا موز عشان صحابي بيحبوا. بيلبس اسنانه الكوتشي بتاعها، بيربط لها الكوتشي باين بيبوسها. ماما موز. ماما موز اهو. موز اهو. لا دول تلات موزات. موز عشان اصحابك صح؟ هم اربعه. ماشي حبيبتي. يلا بينا، يلا بينا ننزل، يلا بينا ننزل يا اولاد. بصوا الزباله ما تطلعيش، هتفتحي بيبسي. خدي سيبي الكنز ده، سيبيه. كرتونه كنز جايه لنا كده من اخويا ومرات اخويا، يعني من عمي يعني. عايزه ايه؟ صحابك مالهم؟ ما بيشربوش بيبسي. طيب اما يجوا، اما يجوا سيبيه مقفول، مقفول. لما يجوا يطلعي لهم منه وخبيه عشان هم ممكن العيله كلها تشربه دلوقتي. وامل زمان، امل لو شافت الكيسه دي هتيجي دلوقتي. رني على امل، رنوا على امل. يلا بينا ننزل بسرعه عشان نلحق نجيب حبه الحاجات.
بصي يا علي، الرساله دي لعلي، الجاكيت اللي انت كنت عايزه اهو انا لقيته بالبتاع بتاعه، بس المشكله ان هو مفيش فيه غير الاسود، ومش عارفه المقاس ده يجي لك ولا، بس هو اهو يعني ما دام كده عندي يبقى جاي لك اللي انت كنت عايزه اللي هو من هنا بالبتاع، ف وسعره حلو ويعني هينزل لي، ومن ورا اهو مش سعره حلو ايه. تعالي واقنعته ان هو يشتري بقى ايه ال ده، بس جبنا لون تاني او مش شايف، ممكن تنزله عشان هو اللي انا قسته لكم يا اولاد دلوقتي من شويه، هو جبته وجبت علي واقنعته، مع ان هو شارى طقم تاني غير ده خالص، بس ما يجراش حاجه، زدت الخير خيرين. بصوا شياكته تحفه بجد شيك قوي، بس انا جبت لون تاني عشان هو عنده حاجه سودة وجايب حاجه سودة، فشوفوها بقى في ايه في الفرح ان شاء الله باذن الله. اخدت كتاب يلا. خلصنا مول كامل، مول كامل مش هجيبها منه اي حاجه، قلت لي انا اروح مول تاني اعمل فيها ايه؟ طيب مفيش حاجه حلوه، مفيش حاجه حلوه والله، في حاجات حلوه لا عارفه اجيب سواريه ولا عارفه اجيب طقم عادي، مش عارفه. هنروح مول جنب المول ده ونشوف، ربنا يكرم ويهديها عليا. اخيرا الحمد لله، الحمد لله اتراضت، وعم علي غسل العربيه وجالنا. لسه ما جبتهاش مش والله، هننزل ناخد تاكسي بقى مش مشكله. الله الله، ده معطر، ده عندي ده بخور، ده معطر بخور، ده معطر ماشي. المهم رحت حلو، يلا بينا. البندقه خلاص خلصنا لها، وجابت الشوز وجابت الفستان، هي حاجة سيمبل يعني، مش لا هي حاجة البيت يعني خروج، مش جايبين حاجة سواريه، احنا مش بتوع كاتب الكتاب بنلبس هدوم عادية. في الفرح بقى اتفرجوا على العروسة دي بقى، الفرح هتتفرجوا على العروسة دي، مصاريف أكتر بقى، مصاريف أكتر وفلوس أكتر، إذا كان هنا صرفتها أكتر بكتير. يلا مش مشكلة. فعلي طبعا قاعد جنب العربية وبتتغسل بقى لها ساعتين تاني بعد ما المهم يعني، فأنا قلت أجيب لها سندوتش شاورما، وانا جبت ليا سندوتشات عاديه مش عارفه اسمها ايه، واخدها كلها في العربيه، لان جالي بقى خبر حلو، جالي ضيوف من بعض، مش يعني مش من دمياط، فجايين مخصوص يسلموا عليا وفي البيت دلوقتي، وانا عايزه اجري والدنيا بتجري ورايا، فالحق اشوفهم عشان هم جايين لي مخصوص يشوفوني، فعلي يجيب العربيه بس ويجي ونمشي على طول عشان نروح نشوف الضيوف الحلوين الموزز اللي انا شايفاهم في الكاميرا بتاعت موبايل نادين، موزز موزز يعني. عاوزين احنا نشوفهم بقى. يا اولاد جبنا سندوتشات كده، ونانو بتاكل ورا، بناكل سندوتشات كده ورايحين بسرعه بنجري والله طالع عشان الناس اللي عندنا هناك في البيت. شوفوا يا جماعه عاملين ايه؟ ايه ده والله؟ ايه ده بقى؟ انا لسه قوي. انت نجد يا عم، هو مفيش حد يعني هيكتب كتاب بنت غيرك؟ ايه ده؟ يا رب حبايب، يا رب. ولحد دلوقتي في لبخه كتير يعني، بس ان شاء الله نفرح. والله معروف شهر 10 نزلت والله، ولسه هنزل تاني يعني، اطلع راح اخش البلد، اطلع اسلم على الناس وارجع تاني اشتري بقيه حاجتي. ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. اليوم كله راح مع نانو، نانو وزيف، بس مبسوطه. لا نانو عسل يا جماعه، جايبين بتاع ماشي يلا، حاجه حلوه مش حاجه وحشه. قلت لكم انا لو امل عرفت ان في كنزات هتعمل ايه؟ اهو في اول الفيديو، اول ما عرفت ان في كنزات اجت هي وحنان شربتهم. حنان تلعب الكنز، تلعب الكنز يا حنان، تلعب الكنز يا حنان، عشان لما تيجي اوريهم نفسي اوريهم. احنا جايبينهم واحنا طالعين، الشنطه مفتوحه اهي، الشنطه احنا جايبينها، الشنطه طالعين. اول ما امل تعرف ان في كنز تيجي تشربوا مني، وضربتني والله العظيم، صح مش ضربتني؟ مسكتها. لا تعالي بدو يا اختي تعالي، بصوا في انا هوريكم جزء، جايبين الكنز ده احنا جايين، جزء من الموزز، في شويه موزز هنا، عسل عسل لو لما اجي اقعد جنبها، انتوا جايبينها من بعيد ليه؟ هي عشانها حلوه، هي مكسوفه. يا اختي كميله، يا اختي كميله، يا اختي كميله، فنزتي امراتي ازاي؟ فنزتي حلوين ازاي؟ وتعملوا عينتهم، عينيهم ملونه ما شاء الله يا اختي ما شاء الله. خدوا بالكم يعني كل فنزاتي حلوين كده على فكره. انت جايه تسلمي عليا صح؟ هي اللي اصلا كانت ماسكه الكنز، لما سمعتك بتقولي على الكنز اللي معانا خدت حقها. طب هم دول يا امل، هم دول ضيوف وجايين من بعيد، جاي يشربوا، انت بتشرب كنز ليه؟ ما هم انت اديتهم فرصه يشربوا. انت اصلا قلت كده، فهي فهمت ان انت زعلانه ان هم ماسكين كنز. كرتونه الكنز خلصت خلاص يا جماعه، خلاص بقى.
بصوا بقى الصراحه حبيبتي، بس هي مكسوفه تتكلم لانها هي راقيه زياده عن اللزوم مش زيي. فهي ولو اتكلمت اسكتي انت، ولو اتكلمت حتى صوتها مش هتسمعوه، فيعني احنا ما فيش فايده. فهي جايبه لي هديه، قلت افتحها معاكي وتعالي. جايبه لي انا لو سمحتي. ما انا قلت اقول الكلام صح. هو كان بيكتبك ولا كان بيكتبي المهم؟ هي واحد ازاي يعني كده هتتجوزي؟ جايبه لنادين هديه. اه تعالي لي كده. الله بصوا اللي هارون جبتها. هو لسه فتحت حاجه عايز اي حاجه. ان هي لفاها الغلاف حلو يعني، لفاها لفه حلو. وبصوا تعالوا موريكم الايه، وكل الكارت بتاعكم بينزل. اسراء هاند ميل، اسراء هاند ميل على الفيسبوك، انستا وفيس، انستا وفيس. والنبي يطلع لهم بالكارت. يسترك يسترك. بصوا الكارت بتاعها خدوس كريم، خدوس كريم بقى. اي حاجه تعجبكم اطلبوا منها. بس انا خايفه مش عايزه اقطعها بصراحه. بس زي ما هي كده بتقدمي ان انا مش فاهمه ده. خفيفه. بصوا نادين اللي هتقدم ان انا مش فاهمه اي حاجه، فانا هتفرج معاها. ما دي بتاعتي انا اصلا. دي حيوان. امال انت قاعدين تقولي لي ماشي دي بتاعتي اصلا. دي بتاعتي، ده اسمي مكتوب. ما شاء الله. بصوا الجمال يا خلاص يا خلاص. بصوا دي الترابيزه اللي كنت بقولها عليها. علم الجنه. علم نجم. بصوا الجمال والحلاوه بتاعتي. بصوا الجمال والحلاوه. قلبي يا اختي هنمشي وين عملي. اسراء هندني اهو. بصوا الجمال بتاعها. لا رقيقه ما شاء الله حلوه قوي. شايفه مش اللي انت كنت بتمسكوا لنا تخيطوا لنا كروشيه؟ اسكتي اسكتي يا امل، اسكتي يا امل عليك وعلى خيبتك. اسكتي يا امل، اسكتي يا امل. اتفضلي يا هدي. هي حاجه لازم تحط فيها امل. هو انا عندي بلدي يا امل. لما تحط فيها امل هو انا عندي بلدي. نفسي شويه. هي امل اتفضلوا بقى. انا مش عايزه افتحها يا مي، عجباني كده. عشان حصل بالكتاب كله لازم تفتحيها. بصمه صح؟ الله حلوه قوي دي البصمه. اه ده شكلها صغير. اول مره عم اشوفها ازاز. انت عارفه ده بصمه اصلا؟ اللي بتبقى اسمي اهو قماشه. وريني اسمي. اسم ابراهيم. وتحط هنا البصمه وهنا على شكل قلب صح؟ فين اسمي؟ ما هي بنت فوزيه اهو وكلبي. يعني ايه اسمي ما يجيش كاتب كده؟ اللي عايزين زي دي بقى يخشوا اللينك او من الكارت. ايه رايكم؟ عجباني قوي بجد. تسلم ايدي. تحفه تحفه والله. تسلم ايدي. بس اسمي فين؟ والتاريخ اهو. لا ما هو وانا انا مش عروسه. قصدك ان انا كبيره؟ لا والله. قصدك كده يعني؟ لا لا والله. شوف عندك بقى، عندك 100 سنه يعني. شو بقى ماشي يا حبيبي. وين بقى منديل كاتب الكتاب؟ ساعه ان شاء الله من العمل اللي انت تفتح. ساعتين ساعتين. متحمسه وايه دي؟ متحمسه له جدا. يا اختي جميله يا اختي جميله يا اختي يا حبيبتي يا قلبي. وريني يا اختي. فين اسمي؟ انت ما بتجيبيش اسمي. حلو قوي. اسمك ايه ماما؟ بس ما 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 سبتهاش هي وهي وعلي لان. شفت ما هي ما هي بصي هي دي نادين وابراهيم وانا. حلو قوي. اه وانا انت مستخبيه تحت. بصوا الجمال ما شاء الله يا حبيبتي. ما شاء الله تسلم ايدك والله حبيبتي يا سوسو. والله العظيم تعبتك معايا. لا بجد الشغل بتاعك حلو قوي. ربنا يبارك لك يا رب. تسلم. يا لسه في؟ اه دي مين؟ دي خدي انا طالعه افتحي انت. ايه ده ايه ده بقى؟ لسه انا والله حكي يوم كذي قوي. ايوه تعالي هنا على حكي لماما. انت عشان كده استني ما اخلص اول حاجات كتب الكتابه. ماشي استني استني افتحي اعمل معايا تاني. شفت كده اسهل؟ ده بقى بجد عاجبني قوي. كيوت قوي. الله عامله القلم. القلم على شكل عروسه يا اختي جميله يا اختي. القلم اللي هتمضي فيه ما شاء الله. ده انا حتى انت كنت له قلم بين القلم على شكل ايه؟ كانت انبوبه قلم. اه هو بيمضوا بس ما بيظبطوش؟ لا اه ده صوت عروسه وعريس يا اختي جميله يا اختي. قلم لابراهيم وقلم لنادين. ابراهيم ما تخليش ياخد قلم ده ومروح. ما قلتليش ليه في قلم معايا ليك؟ ليه فيش قلم ليه ومامتي ومامتي؟ ينفع؟ حلوين قوي بجد. هو انا مش همضي على حاجه؟ بصوا انا بقى يا اختي يا اختي جميله يا اختي تمام. هتبقى حلوه يا نينو اصلا على الفستان اللي انت جايباه. هو انا لقيت ان هي بتحب القطط. بصي ما شاء الله. وريني 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 يا ولاد. بصي البسايه كاتب الكتاب والبسها انا بعدك على طول. انت بتحبي القطط؟ انا بحب اسمي. نفسك تخرجي القطه من البيت. شكرا يا حبيبتي. شكرا. بصي يا جماعه حلوه قوي. روح هات السلسله زي يامن. روح هات السلسله زي يامن. اللي عايز لينك بتاع اسراء عشان هو على الفيسبوك اسمها اسراء هاند ميد بالانجليزي. ميد بالانجليزي. وعلى الانستا اسراء هاند ميد برده بالانجليزي صح؟ وهات الكارت كده اهو. مفيش كارت تاني معانا؟
فين الشنطه؟ جوه الشنطه يا بندق. افتح خدوا سكرين بقى، واللي عايز اي حاجه الكاتب يكتبها يا جماعه. انا بخاف على دي قوي. اه دي بان ان شاء الله تحفه. بصوا كمان التاريخ ما شاء الله ما شاء الله. تسلمي يا حبيبتي والله حلوه قوي 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 والله. ساتر اصلا.